كم مرة قعدت تكلم نفسك أو تعاتب نفسك؟ مش بس كده، أنت كم مرة خدت قرارات بينك وبين نفسك والقرارات دي غالبا بتطلع صح؟ بس السؤال الأهم، هو أنت بتكلم نفسك ولا بتكلم القرين؟ الكلام مع النفس بيبدأ مع الإنسان من الولادة وتقريبا لحد ما الطفل يتم سنة أو سنة ونص بالكتير، وده بيفسر ليه كتير بنلاقي الأطفال قاعدين بيكلموا نفسهم وممكن يضحكوا، وتلاقي إن في حوار داير بين الطفل ونفسه، وأحيانا كتير تلاقي الطفل قاعد بيبص في أماكن ما فيهاش أي حاجة وفجأة تلاقيه بيضحك أو بيعيط. وطبعا ده أكيد يفسر إن لو الطفل بيضحك يبقى أكيد شاف حاجة فرحته، وإن لو بيعيط يبقى أكيد شاف حاجة خوفته. بيتقال كمان عن الأطفال إن بيبقى مكشوف عنهم الرؤية، يعني بيقدروا يشوفوا حاجات إحنا ما نعرفش نشوفها، وده يخلينا نقول هو إحنا بنكلم نفسنا فعلا ولا بنكلم القرين. الكلام مع النفس نوعين، نوع يتصنف إن هو ظاهرة عادية وبتحصل لكل البشر بشكل طبيعي وهنتكلم فيها دلوقتي بالتفصيل. النوع التاني هو نوع أقرب للمرض وبيكون ده عبارة عن مشاكل مرضية نفسية وهنتكلم عنها بس بعد شوية. خلينا في النوع الأول. الكلام مع النفس بيكون نوعين، نوع يكون بصوت مسموع ولكن بصوت مش عالي قوي يعني مش مبالغ فيه، والنوع التاني بيكون صوت غير مسموع، بيكون كلام مع النفس داخلي، وده بيحصل للإنسان في أي موقف من مواقف الحياة بس غالبا بيكون للإنسان وهو قاعد لوحده، ممكن وانت سايق عربيتك، ممكن وانت قاعد في مكتبك، وغالبا وانت قاعد على السرير قبل ما تنام بتلاقي نفسك عمال تكلم نفسك ومش عارف هو سبب الكلام مع النفس ده ايه. واحيانا كتير الكلام مع النفس بيكون بصوت مسموع بس زي ما قلت مش مبالغ فيه، لدرجة انك تبقى قاعد وسط ناس عادي خالص ومرة واحدة تقول كلمة او يطلع منك تصرف واضح جدا فيه انك بتكلم نفسك، فممكن تلاقي اللي حواليك ساعتها يقولوا عليك انك اتجننت. والاغرب ان ممكن بعد ما تتكلم مع نفسك توصل لحلول لمشكلتك واللي انت اصلا ما كنتش عارف لها اي حل، والاغرب كمان انك ممكن توصل لحلول مش متوقعة اصلا، وده لان النفس هي اكتر حاجة صادقة معاك. صعب جدا تلاقي حد بيضحك على نفسه لما بتتصرف تصرف مش صح، غالبا بتقعد تعاتب نفسك لانك بتبقى عارف ان التصرف ده مش صح، وغالبا كمان من كتر ما انت بتكلم نفسك وبتعاتب نفسك ممكن تتصل بالشخص اللي انت غلطت فيه وتعتذر له، وبتحس ساعتها ان القرار اللي انت اخدته ده اللي نابع من نفسك او من الكلام مع نفسك هو اكتر قرار صح انت ممكن تعمله. لكن السؤال هنا هو احنا فعلا بنكلم نفسنا ولا بنكلم القرين؟ لان القرين هو حاجة منك بالظبط وعايشة معاك طول الوقت في أي مكان في أي زمان، القرين ملازم وملاصق ليك، لأن الفكرة أصلا هو أنت بتكلم نفسك إزاي، الصوت بيطلع منين، بتعمل حوار مع نفسك إزاي، إزاي بتفضل في حالة مناقشة وشد وجذب مع نفسك إلا إذا كنت بتخاطب فعلا حاجة جواك، والحاجة دي هي غالبا القرين. يعني أنت في الأغلب بتكلم قرينك، ومش بس بتكلم قرينك، ده قرينك كمان بيتكلم معاك ويرد عليك ويناقشك، وممكن يعاتبك طول اليوم على تصرفات أنت عملتها، وبيفضل فاكر لك تصرفات انت عملتها حتى من فترة طويلة، وممكن يقعد يفكرك بيها ويحسسك قد ايه انت كنت غلطان في موقف معين او كنت صح في موقف معين. والكلام مع النفس احيانا بيلحقك من مشكلة وممكن كمان يحطك في مشكلة، لان ممكن الكلام مع النفس يجرك انك تعمل حاجة غلط، وعلشان كده في حاجة اسمها جهاد النفس، والجزئية اللي لها علاقة بجهاد النفس او بالكلام في الدين ده موضوع كبير جدا وممكن نتكلم عنه في حلقات تانية بعد كده. انت كم مرة غلطت في حق حد ولما قعدت مع نفسك حسيت انك محتاج تتصل بيه وتعتذر له، فنفسك قررت انها تتصل بيه علشان تعتذر له او لان قرينك قالك انك غلطان. انما امتى الكلام مع النفس يكون مرض؟ الكلام مع النفس يكون مرض في حالة ان الكلام مع النفس بشكل مبالغ فيه، الصوت عالي جدا اقرب للزعيق، ده غير كمان ان الكلام مع النفس في حالة المرض بيكون مصاحب لهلاوس، والهلاوس دي انك ممكن تقول وانت بتكلم نفسك انك شفت اشخاص او قعدت مع ناس او شفت احداث هي اصلا مش موجودة، ولو هي ظاهرة مرضية ومبالغ فيها لازم تروح لدكتور نفسي يكشف عليك علشان يحدد المشكلة بالظبط ويعالجها. لكن في الاخر الكلام مع النفس مفيد جدا، واهم حاجة بيعملها الكلام مع النفس ان هو بيساعدك على التذكر، لما تكلم نفسك في موضوع بيخلي المخ والعقل يفتكر الأحداث أو يفتكر المواقف، فبيقدر الإنسان يفتكر كويس أحداث كتير. وفي الآخر بعيدا عن الجانب المرضي في الكلام مع النفس، إلا أن أنا من الناس المقتنعين جدا أن وأنا بكلم نفسي غالبا أنا بكلم قريني. سلام عليكم.